عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الفرقة الرابعة شعبة قسم إدارة الأعمال، أهلا بيكم وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. النهاردة هنكمل محاضراتنا على مادة التسويق الدولي. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على التصدير، استراتيجية التصدير. احنا هنتناول استراتيجية التصدير النهاردة يعني بنوع من التفصيل، لكن لبعض الحاجات المهمة وليس اللي هو مجرد خطوات او مجرد صعوبات او كده، لا احنا هنتناولها من جانب اخر. يعني هنتكلم بداية على التصدير بصفة عامة وعلى بعض خطواته سريعا، وبعد كده هنخش في جزئية طبيعة الدول أو طبيعة السمات اللي بتخص دول معينة، وإزاي أتفاوض معاها علشان أتم صفقة أو أتم عملية تسويق دولي. وهننتهي في نهاية الفصل إن شاء الله بمجموعة من الصعوبات اللي بتقابل المصدرين بصورة واقعية في مصر. بالنسبة لاستراتيجية التصدير، طبعا التصدير في حد ذاته نشاط بيتم إذا تم بصورة محترفة بيتم جني من وراءه مكافآت وتحقيق مزايا وعائد كبير جدا، ونظرا طبعا للتقدم التكنولوجي اللي موجود، فأصبح التعامل عن طريق الإنترنت موفر أو أحد سبل تسهيل عملية الاتصالات الدولية وخلق فرص كبيرة لعملية التصدير وإتمام الصفقات بصورة أكثر فعالية وبصورة أكثر سهولة عن زي قبل. يعني أول خطوات التحضير، أول خطوات لعملية التصدير لو هندرسها بصورة سريعة هي عملية التحضير للتصدير، وبيتم ده عن طريق إن أنا بنشئ شركة صغيرة أو بنشئ شركة للتصدير، بحدد الأهداف بتاعتي، بحط يعني استراتيجيات بطرق التواصل مع دول مختلفة وكيفية التعامل والتصدير لكل من الدول اللي أنا بحددها لنفسي إن هي مقاصد بالنسبة لي لتصدير لتصدير سلعة معينة أو غيرها. سوق التصدير ده بيعد طبعا فرصة تسويقية كبيرة جدا، وبيحتاج إلى قدرة إنتاجية كبيرة، وبيحتاج لاحتياجات مالية، وبيحتاج لإدارة و يعني مجموعة من العاملين على دراية بطبيعة التصدير ومهامه وأعبائه اللي المفروض تكون لدى المفروض تكون المهارات الخاصة بيها متوفرة عند هؤلاء العمال، هؤلاء العاملين عفوا. اللي يهمني هنا الحقيقة مش اني هتكلم زي ما قلت لك على التصدير بصورة كبيرة، يعني لان اعتقد ان موضوع التصدير يعني تم تناوله قبل كده في اكتر من مادة، او ممكن يكون تم التحدث عليه بصورة في ادارة الاعمال الدولية او في اي صورة من الصور. وكمان التصدير مش هو يعني هو جزء هام في التسويق الدولي، لكن غرضي هنا ان انا اركز اكتر على طبيعة التفاوض مع الشخصيات المختلفة اللي من الدول المختلفة. دي النقطة اللي انا عايزة اركز عليها الحقيقة، فهتلاقوني هنا كاتبة ان انا عايزة اتكلم على سمات المفاوض من البلدان المختلفة. زي ما مش عارفة انتوا درستوا التفاوض قبل كده ولا لأ، لكن التفاوض هو عملية بتعتمد على اني بجمع معلومات وحقائق عن الطرف الآخر اللي انا هتفاوض معاه علشان اتم اما احل مشكلة معينة. يعني اساس التفاوض ان انا بيبقى فيه
يعني صراع على مورد معين، صراع على نقاط معينة، وبعدين بيتم من خلال التفاوض حل هذه المشكلة أو هذه الصراعات أيا كانت أسبابها، بحيث نحقق لجميع الأطراف المتفاوضة مكاسب وليس تحقيق مكسب لطرف دون الآخر. ده أساس يعني سريع للتفاوض. لكن التفاوض في حد ذاته بيعتمد في أساسه على جمع معلومات عن الطرف الآخر. جمع معلومات عن الطرف الآخر، أعرف سماته إيه، صفاته إيه، أهم ما يتسم بيه، تاريخه إيه، عشان أقدر أتفاوض معاه وأحقق مكاسب من خلال التفاوض معاه. وأهم هنا هنستعرض أهم سمات للأطراف الأخرى، زي على سبيل المثال سمات المفاوض الفرنسي. في دولة زي فرنسا على سبيل المثال، لما أحب أن أنا أتفاوض مع أحد الشخصيات من هناك لإتمام عملية تصدير أو تسويق دولي، في مجموعة من السمات اللي تخصه، منها على سبيل المثال أنه إنسان اجتماعي بصورة بدرجة كبيرة، يعني عنده نوع من المرونة الكبيرة ان انا اقدر اتفاهم معاه، وان انا اعدل الاتفاق اللي تم ما بيني وما بينه في بعض الشروط اللي مش كبيرة. يعني ممكن اتفاوض معاه واعدل بعض شروط الاتفاق، ولكن الامور البسيطة اللي ما تأثرش على اتفاقي الاصلي معاه. كمان المفاوض الفرنسي أو الشخصية الفرنسية لما تفاوض معاه، لازم أضع في الاعتبار إن هو بيفضل المفاوضات غير الرسمية، يعني ما بيحبش الرسمية قوي في التعامل. تمام، بيحب كمان التفاوض المرحلي، يعني ما نعملش جلسة واحدة للتفاوض وننتهي باتفاق مشترك ما بيني وما بينه على حل معين أو على اتفاق معين. لا، يفضل إن يكون التفاوض ده بيتم على أكتر من مرحلة. الشخص الفرنسي كمان لازم نعرف ان هو بيهتم جدا بالمظهر، بيهتم جدا بالفلسفة والتاريخ، بيهتم جدا بالقوانين وتنفيذها بصورة حرفية. تمام، ده من أهم سمات المفاوض الفرنسي. لو جينا لشخصية تانية أو مفاوض من دولة أخرى زي المفاوض الياباني، هنلاقي إن هو دولة اليابان لما أجي أتفاوض مع شخص منها، نجد إن هو حريص جدا جدا على التفاصيل الدقيقة، حريص جدا جدا على إنه يتم ما بيني وما بينه علاقات طويلة الأجل. تمام، بيميل إلى أسلوب العصف الذهني عند التفاوض، يعني بيحب إن احنا نثير قضية معينة اللي هي موضع تفاوض أو موضع إتمام صفقة معينة، ونبتدي نتكلم إزاي تتم، وإنت تقول آراءك وهو يقول آراءه أو يقول وجهة نظره، ونبتدي نصعد عملية توليد الأفكار لحد ما نوصل لاتفاق مشترك. هو بيحتاج بس الوقت طويل شوية في المفاوضات، يعني بيحتاج وقت طويل قوي وانت بتكلمه علشان توصل لاتفاق معاه. ولازم ناخد في الاعتبار ان الشخصية اليابانية بتعطي احترام كبير جدا للأكبر سنا والأكثر خبرة، ويلاحظ كمان في الشخصية دي ان انا لما بتفق معاه على اتفاق، استحالة يتم تغيير هذا الاتفاق، او خلينا نقول صعب جدا جدا ان انا بعد ما اتفق على شروط معينة وبمثابة ما تم اتخاذ القرار، يكون من الصعب جدا ان انا ارجع في كلامي او اغير الموقف. لو جينا لشخصية تانية زي الشخص الامريكي مثلا او المفاوض الامريكي، نجد ان هو باهتمامه الكبير جدا بالقوانين بصورة كبيرة جدا، كل ما هو بيخص التشريعات والقوانين هو على دراية بيه
بصورة جيدة، وبيتم بيفضل ان ده بيتم في صياغة العقود ما بينك وما بينه، بيتم التدليل على ما تم الاتفاق عليه في كل بند بالقوانين المؤيدة ليه. كمان نلاحظ في شخصيته ممكن يميل الى فرض الرأي شوية، فلازم يبقى اللي قدامه واعي كويس انه يتحدث معاه بنوع من المناقشة وعدم الوصول إلى رأي نهائي إلا بعد التفهم تماما لبنود الصفقة اللي هتتم. نخلي بالنا كمان إن المفاوض الأمريكي بيدرس نفسية الطرف الآخر بشكل جيد جدا، يعني بيدرس نفسيتك أنت بصورة جيدة جدا عشان يدرك نقاط القوة والضعف فيها، وبيعرف يتنازل إمتى، إمتى يتنازل والوقت بالظبط اللي هيتنازل فيه. نيجي لشخصية زي المفاوض الصيني على سبيل المثال. المفاوض الصيني دايما بيحب يسيب الباب مفتوح لوجود أي أمور تستجد في الاتفاق اللي تم. بيفضل برضو المرحلية في عملية التفاوض، صبور جدا جدا، بيميل للحرية فيما يؤيده، يعني ما بيحبش التأييد قوي وإن كان ناصر أو مؤيد للقوانين. نيجي بعد كده للمفاوض الهندي. المفاوض الهندي يعني يقال ان هو بيميل دائما الى تحقيق ذاته وتحقيق وضعه اللي عايز يكون عليه، يعني لما نتكلم معاه لازم نعطيه قدره ونعطيه وزنه ونعطيه ما يثبت له تحقيق ذاته في المفاوضة. بيعشق المنافسة وبيحب ينافس وبيحب يحقق لنفسه مكاسب مادية كبيرة. حد زي المفاوض الأفريقي على سبيل المثال برضو، يعني يقال إن هو لا يخطط جيدا للمفاوضات يعني، وبالتالي أنت تقدر يعني تقدر من خلال إجادتك للتفاوض الجيد أو لمهارة التفاوض الجيد إنك تكسب معاه يعني شروط جيدة لإتمام الصفقة ما بينك وما بينه. هنرجع تاني بعد ما استعرضنا في عجالة كده بعض سمات المفاوضين اللي منشأهم من دول مختلفة، هنرجع كده للمناهج الرئيسية للتصدير. المناهج الرئيسية للتصدير، المناهج الرئيسية للتصدير دي يمكن استخدامها وبتاخد أشكال معينة زي مناقصات دولية، صفقات تجارية، عقود مصانع تسليم المفتاح أو عقود الإدارة أو التصدير المباشر. ولكل طريقة من طرق دهية لها أسلوب معين. فعلى سبيل المثال مثلا بالنسبة للتصدير المباشر بيقوم من خلاله المنتج أو المصدر بالبيع مباشرة إلى المستورد أو مشتري بيقع خارج السوق المحلي طبعا، وبيدخل ضمن هذا النوع من التصدير كل من الموزع الأجنبي والوكيل الأجنبي ومكاتب البيع الخارجية وشركات التصدير والتجارة المقابل. في بقى اللي هي التصدير غير المباشر، وهي آلية لاختراق أسواق التصدير، ويكون فيها عدة من الاختيارات زي توريد المنتجات للمشترين المحليين زي وكلاء التصدير والتجار والمسوقين اللي يقوموا بدورهم بتصدير المنتجات إلى وجهات مختلفة. خليني أتكلم كمان هنا على الصعوبات اللي بتواجه المصدرين وخاصة في مصر. الحقيقة إن الصعوبات دي كتيرة، يعني صعوبات كتيرة جدا بتقابل المصدرين بصفة عامة،
ومن أهم هذه الصعوبات في حاجة اسمها صعوبات، ممكن نقسمها لصعوبات داخلية وصعوبات خارجية. الصعوبات الداخلية على سبيل المثال تخص عملية النقل الداخلي. تتمثل الصعوبات دي مثلا على سبيل المثال في عدم وجود أسطول نقل كافي لنقل الحاويات، تمام؟ ان يكون ان اساليب النقل المستخدمه او اصول النقل اللي بيستخدم قديم جدا، وما يستتبعه من تعطيل لعمليه النقل بسبب تعطل سيارات النقل اثناء توصيل البضائع الى المواني، وما يترتب طبعا على كده من تاخير في التسليم. كمان من صعوبات النقل الاسعار اللي ممكن تكون فيها زيادة جدا، فيها زيادة غير مبررة، مما بيؤثر على التكلفة الإجمالية والقدرة التنافسية للمنتجات. كمان بالنسبة هنا للصعوبات الداخلية اللي ممكن تقابل المصدرين، بتشمل المؤسسات اللي بتخلص الشهادات وبتستخرج الأوراق والمستندات دي، لو فيها أي عطلة أو أي روتين ممكن يسبب لي إن إجمالي الوقت اللي أنا محدداه إن أنا أسلم فيه أو أصدر فيه ممكن الوقت ده يزيد بصورة كبيرة، وبناء على التأخير أتحمل أنا غرامات وتكلفة أكبر من المخطط ليها. كمان حاجة زي بوالص الشحن على سبيل المثال، والشروط اللي بتتخذها واللي لابد إنها تكون أوراقها مستوفاة إلى آخره. كمان من أهم المشاكل أو الصعوبات على المستوى الداخلي هي الخطوط الملاحية، وعدم وجود على سبيل المثال مساحات على المراكب، أو عدم وجود مراكب يعني تتحمل الأطنان أو الكميات الكبيرة أو كميات الشحن أو أحجامها الكبيرة، وما يترتب على تكدس طلبات الشحن من زيادة الأسعار. كمان طول مدة الإبحار اللي بتخلي الوقت بيبقى أكتر من اللازم للتسليم في ميعاده، وبالتالي بيبقى التسليم في نوع من التأخير وما يستتبعه ذلك من تكلفة زي ما قلنا قبل كده. كمان عدم كفاءة المواني نفسها لاستيعاب الحركة اللي بتتم من صادرات وواردات، ويمكن دي أهم الصعوبات اللي بتخص الناحية الداخلية. الصعوبات الخارجية بتتمثل في عدم وجود إلمام كافي، وعدم وجود دراسات خاصة لتأهيل المسؤولين عن العمليات اللوجستية. وبعض المشاكل كمان اللي ممكن تكون موجودة عند الدول المستوردة، لوجود بعض الاتفاقيات الثنائية اللي بيبقى لها شروط معينة أو لها تقاليد معينة أو عرف معين لابد إنها تتم بيه. ممكن كمان تكون من ضمن الصعوبات الخارجية المبالغ الكبيرة اللي ممكن تتصرف لتوثيق الأوراق دي. كمان يعني لو تمت بنوع من تخفيض المصاريف وفي نفس الوقت سهولة تخليص الأوراق مع تدريب وإلمام كافي للمسؤولين في الشركات عن العملية اللوجستية دي، هي بتدي نوع من المرونة أكتر لو تم توافرها. فهنلاقي على سبيل المثال مثلا معوقات خاصة في التعامل مع الدول الأفريقية على سبيل المثال، هنلاقي صعوبات خاصة بالبنية الأساسية، البنية الأساسية اللي بتخلي خطوط سواء البرية أو البحرية لا تكفي للتعامل مع هذه الأسواق بصورة كبيرة ومتسعة. وهنلاقي كمان بعض الدول كمان على سبيل المثال زي
الجزائر على سبيل المثال هنلاقي في صعوبة كبيرة في دخول في هذه الأسواق، لأنها مثلا يعني في اتفاقيات معينة بتتم زي اتفاقيات التجارة الحرة العربية مثلا، بنلاقي بعض الدول العربية ما دخلتش في هذه الاتفاقية، وبتسمى بيبقى في صعوبة في دخول هذه الأسواق على سبيل المثال. احنا كده يعني اتكلمنا على التصدير وسمة المفاوضين وبعض الصعوبات اللي بتقابل المصدرين بصورة كده ملخصة، وإن شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا.